أهلا بكم. دعا رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي إلى عقد حوار وطني يكون معبرا عن تطلعات الشعب العراقي بحسب الكاظمي، وحث المعارضين والمختلفين معه على الجلوس إلى طاولة الحوار، كما طالب شركائه في العملية السياسية بتغليب ما سماها مصلحة العراق والتهيئة لإنجاح الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة في شهر تشرين أول المقبل، ومنح العراقيين فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي، وفق الكاظمي أيضا. دعوة الكاظمي تأتي في ظل وضع سياسي واقتصادي وأمني متأزم على كل المستويات بسبب هيمنة الميليشيات على الدولة العراقية سياسيا وأمنيا واستمرار تظاهرات تشرين وتصاعد وتيرة الاغتيالات والخطف لناشطيها. جوبهت هذه الدعوة بتشكيك وتوجس وانتقادات لاذعة من قبل الناشطين والمدونين العراقيين الذين رأوا فيها فرصة أخرى لاستحواذ قوى السلطة على ما تبقى من العراق، وأن مصيرها سيكون الفشل كما فشلت كل دعوات المصالحة واللقاءات الوطنية الحكومية السابقة. دعوة الكاظمي شركائه للحوار الوطني وفرصة نجاح هذا الحوار وحقيقة أهدافه وغاياته هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما الهدف من دعوة الكاظمي للحوار الوطني إذا كانت كل قوى العملية السياسية متواصلة مع بعضها البعض ولا قطيعة بينها؟ وما الذي قدمته ما تسمى بمؤتمرات ولقاءات المصالحة الوطنية الحكومية التي شهدها العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم؟ وهل فعلا أن إطلاق دعوات الحوار الوطني الحكومي هذه الدعوات تندرج في إطار الدعايات الانتخابية التي ستتلاشى بعد انتهاء موسمها؟ وهل الفرصة سانحة والأجواء مهيئة للمضي بهذا الحوار لمعالجة الإخفاقات وتقويم السلبيات كما يقول بعض شركاء الكاظمي؟ ولماذا هاجم الناشطون العراقيون هذه الدعوة واعتبروها فرصة جديدة لانقضاض شركاء العملية السياسية على ما تبقى من الدولة العراقية في إطار المحاصصة الطائفية والعرقية؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي، ثامر العلواني، والدكتور علي الجابري. طرحنا فكرة الحوار الوطني، حوار وطني لكل العراقيين، قوى سياسية تحت مسمى الحوار الوطني. يحاول رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي استثمار كل حراك سياسي ليضمن استمراره في السلطة، مرة ورقة إصلاح بيضاء ومرة وعود تغيير بالجملة، وهذه المرة دعوة للأحزاب والكتل إلى حوار سياسي. الأطراف المدعوة إلى الحوار تنضوي تحت مظلة سياسية واحدة وذات توجه سياسي واحد وسلوك متشابه من ناحية السرقة والفساد وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية، وفوق ذلك كله مرتبطة بميليشيات لا تعرف غير السلاح أداة لتحاور به خصومها. الحراك الشعبي العام خارج لعبة الحوار هذه، وسبق له أن أكد رفضه لأي حوار مع المنظومة السياسية التي جربها لسنين طويلة، وآمن بعدم قدرتها على الإصلاح وتقديم نموذج حكم وطني. فإذا كان الشعب العراقي غير معني بهذا الحوار، فلماذا يدعو إليه الكاظمي؟ وما هي دوافعه؟ ومن الجهات المستفيدة منه؟ منذ عام 2003 تحاول العملية السياسية تغيير جلدها مراراً وتبديل أقنعتها كلما فضح فسادها أمام الشعب، فتدعو إلى حوارات ومؤتمرات تحت شعارات وطنية براقة، تعقد الندوات وتدشن الحملات الإعلامية وتقام المؤتمرات، والنتيجة نفقات كبيرة على هذه الفعاليات دون أن تغير شيئاً لصالح الشعب العراقي. مصطفى الكاظمي أدرك أن تعقد الوضع السياسي والأمني في العراق وصل إلى مرحلة متطورة، فلا بد من إيهام الشارع بوجود عمليات تغيير، فأعاد سيرة سابقيه ودعا إلى هذا الحوار الذي لن ينتج عنه إلا مزيد من التجمعات والأحزاب بأسماء جديدة لكنها تعمل على قاعدة الحكم السياسي الحالي، وبالتالي مزيد من التعقيد في المشهد السياسي وضبابية أكثر في خارطة الحكم القائم.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في دعوة الكاظمي الجديدة لإطلاق حوار وطني، أهداف ودوافع هذه الدعوة، وأيضا الأطراف المعنية بهذا الحوار الوطني. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وأيضا سيكون معنا من العاصمة السويدية ستوكهولم الدكتور علي جابري رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز، وأيضا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور ثامر علواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، وكلهم عبر سكايب. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. حياك الله أهلا وسهلا. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، موضة الحوارات أو اللقاءات أو المصالحة الوطنية بدأت بعد العام 2003، حتى كانت لها هناك وزارة باسم وزارة المصالحة الوطنية، وكان طبعا وزيرها عضو في حزب الدعوة عامر الخزاعي، وكانت واحدة من أفسد الوزارات التي شهدها العراق. هذه يعني هذه الموضة خفتت في السنين الأخيرة، الآن عادت مع دعوة الحوار الوطني لرئيس الحكومة الكاظمي. ما الذي أعاد هذه الموضة أو الصرخة من الحوارات أو اللقاءات الوطنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. الحقيقة أن هذا الحديث في هذا المصطلح، مصطلح الحوار الوطني أو المصالحة الوطنية، أو هم ما يطرحوه الآن الحوار الوطني، هذا يتداولوه كلما قربت الانتخابات، كلما أحسوا بأزمة كبيرة يطرحون هذا المفهوم للشارع، والغرض منه واضح، أغراض دعائية لأنفسهم وأغراض فساد، مثل ما حضرتك أشرت، يعني أقاموا وزارة أفسد وزارة، وكانت بابا للسرقة والنهب. هذا من ناحية، لكن بالمفهوم العام لقضية الحوار الوطني، يعني هو أحد الأدوات في العالم موجود، هو أحد الأدوات المهمة في صناعة السياسات اللي تلجأ لها الدول، عادة الدولة تلجأ لها في حالات وجود خلافات أو يعني نقاط خلافية أو قضايا خلافية جوهرية ومهمة كبيرة، فتلجأ لها الدولة لتقريب وجهات النظر، وإن لم تستطع تقريب وجهات النظر يعني لحل هذه الخلافات، وإن لم تستطع فتقرب وجهات النظر باتجاه فهم يعني هذه الخلافات وتجاوزها وتخفيف حدتها. هذا من ناحية. إذن هو في حقيقة الحوار الوطني هو إشراك الشعب في صناعة السياسات، صناعة السياسات بما يمنح الدولة شرعية سياسية والشرعية الشعبية، وبالتالي الشعب يتحمل المسؤولية في هذه القضية، لأنه كل الذين يشتركون في الحوار الوطني هم مفروض هناك من يمثلهم من الشعب. في العراق القضية تختلف نهائيا. نحن يعني حتى في هذه المفردة حوار وطني، إذا ما قسمنا هذه القضية، قضية الحوار، نحن ليس لدينا حوار في العراق. الحوار الموجود في العراق من عام 2003 لحد الآن هو حوار البنادق، حوار القوة، يعني من هو الأقوى، من هو الأكثر ميليشيات، من هو الأكثر استحواذ، من هو الأكثر مالا، من هو الأكثر سيطرة، فبالتالي ماكو صوت يسمع. والدليل على ذلك أنه كل التظاهرات التي خرجت، كل الناس اللي تظاهروا ويطالبون حتى بأبسط الأشياء، كانوا يطالبون بماء وكهرباء قبل أن يطالبوا بإسقاط العملية السياسية، تصدوا لهم بالرصاص والقتل. وخرج المالكي في وقتها قال لن نعطيها لأحد بعد، وقال واتهموهم بأنهم عملاء وأبناء السفارات وهذه الكلمات. فإذا لغة الحوار مفقودة، هناك ميليشيات وهناك قوى عصابية تحمل السلاح وتتحكم بالدولة اقتصادا وسياسة وعلاقات بهذا الشكل. وقضية الحوار والوطني، هذا يرتبط بالوطن. الوطن مثل ما تعرف أستاذ ماجد ويعرف الجميع وضيوفك الكرام، الوطن يعني مكان الإنسان ومحل حياته، يرتبط به الشعب بتاريخ طويل، المكان الذي تصنع فيه الهوية الوطنية، وهذا أهم شيء. يعني إذا ما عندك وطن لا يمكن أن تتحدث بحوار وطني. وطن غير موجود في العراق، لأنه هوية وطنية غير موجودة. نحن لدينا هويات فرعية تغولت على الهوية الوطنية الواحدة، وبالتالي الحديث عن الهوية الوطنية صار
قضية معيبة ومدعاة للتهم وممكن تدخل به للسجن وتقتل إذا ما تحدثت بالوطنية بالهوية الوطنية. فبالتالي نحن لدينا إشكالية كبيرة في هذا الموضوع. نعم. هذه قضية الحوار الوطني قضية كذبة كبيرة يراد منها الدعاية فقط، كسب الوقت، إلهاء الناس بقضية يعتقد البعض ربما البعيد عن الوضع يعتقد البعض أنه هناك حياة ديمقراطية وهناك توجهات. ثانيا النقاط الخلافية اللي أشرت إلها اللي هي الدول كلها تسعى إلى تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية. نحن في العراق ليس لدينا نقاط خلافية، يعني نقاط خلافية ممكن التفاهم عليها. لدينا طبقة مرتبطة بالأجنبي، طبقة قاتلة سارقة فاسدة مرتبطة بالأجنبي، لديها أجندات أجنبية، ولدينا شعب ثار عليها ويريد أن يسقط العملية السياسية. هي ليست نقطة خلافية، هي نقطة فاصلة لا يمكن تقريب وجهات النظر. يعني ماذا تقول للشعب؟ ابقوا على العملية السياسية بهذه المحاصصة اللي يرفضها الشعب، وهذه يمكن الأفضل لكم، لأنه ومثل ما يتحدثون هم، لأنه إزالتها ستؤدي إلى الفوضى، سنذهب إلى المربع الأول. نعم. هكذا يريدون أن يقنعوا الناس. فبالتالي الحوار عبر جولات كثيرة مثل ما حضرتك شرت منها من 2003 لحد الآن، كانت هناك رؤية كاملة في أذهان هؤلاء الطبقة الحاكمة أنهم هم الذين يحكمون ولا أحد غيرهم يجب، والحوار بينهم، الحوار بينهم، والقضية منها خداع الشعب وخداع الناس بأن هناك حوارا وطنيا وهناك مصلحة وطنية. هذا في اللي في يعني. أشكرك. في هذه الدعوة الجديدة الحقيقة الكاظمي دعا معارضي العملية السياسية بل وحتى أعدائها في الداخل والخارج مدعوو الانخراط في هذا الحوار. نسأل ضيفنا دكتور علي الجابري في استوكهولم. مساء الخير دكتور علي. مساء الخير أستاذ ماجد. دكتور، الحقيقة هذه الدعوة الآن، دعوة الحوار الوطني من قبل رئيس الحكومة الكاظمي، تختلف في ظروفها وفي المعطيات الموجودة الآن على الأرض، ولذلك ثمت من يقول لماذا لا تعطى فرصة هذه الدعوة يتعامل معها جديا. صحيح أنها تأتي في إطار سياق وتاريخ من الدعوات واللقاءات ما سميت بالوطنية وكلها فشلت، لكن الآن الظروف مختلفة. العراق الحقيقة على حافة الهاوية، هناك أزمة اقتصادية قاتلة، هناك انهيار يعني سطوة للميليشيات، وهناك أيضا يعني تظاهرات، والدعوة الحقيقة لم تقصي أحدا، حتى المعارضين والمناهضين وأعداء العملية السياسية مرحب بهم في هذه الدعوة الجديدة. السؤال لماذا لا تعطى فرصة يستمع لها؟ تحياتي لك أستاذ ماجد، شكرا على هذه الدعوة، وتحياتي لضيوفك الكرام. موضوع أن تعطي فرصة إلى الحكومة الحالية باعتقادي هي لا تختلف كثيرا عن الدعوات السابقة كما تفضل قبلي الدكتور رافع. الموضوع لا يخرج عن كون دعاية انتخابية تزامنت مع زيارة البابا إلى العراق، وأيضا أنا أعتبر هناك هدف آخر منها وهو طوق نجاة إلى العملية السياسية في العراق التي تتهاوى بفضل ثوار تشرين وثورة تشرين التي ما زالت مستمرة رغم القمع والقتل. عندما نتحدث عن فرصة يجب أن نعطي لمن نعطي الفرصة؟ خليني أفكك هذه العملية السياسية التي ترتكز الآن مشكلتنا كوطنيين، مشكلتنا كعراقيين ترتكز على ثلاث محاور مع هذا النظام القابع في المنطقة الخضراء. ثلاث محاور سأفككها من الأسهل إلى الأصعب. الأسهل في هذا النظام، تركة هذا النظام، هو موضوع الفساد. عندما نتحدث عن ثورة تشرين خرجت من أجل محاربة الفساد الذي يتهم به كل هذه الأحزاب التي تتولى العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى الآن. إذن أنا لا أتحاور مع فاسد سرق العراق وسرق ثروات العراق وتسبب في مقتل الكثير من العراقيين وتجويع الكثير من العراقيين. هذا محور. المحور الآخر هو محور القتل، محور القتل الذي سبق ثورة تشرين والذي تلا ثورة تشرين. في ثورة تشرين قدمنا أكثر من 800 إلى 900 شهيد، وقبلها مئات الشهداء وآلاف الشهداء الذين سقطوا في المناطق
العراق كافة من الشمال إلى الجنوب وخاصة في المناطق الغربية. هذا الجانب لا يمكن أنا أن أجلس وأتحاور مع قاتل، مع حكومة توعدت أن تحاسب القاتل. ضمن منهاجها الحكومي كان محاسبة القتلة، لم تقدم شخصا واحدا بل ازدادت عمليات القتل في ظل هذه الحكومة. المحور الثالث الذي تستند عليه هذه الدعوات هو موضوع، يعني رفضنا لهذا، يستند رفضنا إلى هذا الموضوع، هو موضوع العمالة إلى الخارج. أنا كيف أجلس أتحاور مع عميل إلى الخارج يدين بالولاء إلى نظام آخر ويتبع نظام آخر ويقتل أخوه العراقي بسبب عمالته إلى النظام الآخر ويحاول تدمير العراق من أجل أن ينقذ النظام الآخر، يعلن صراحة أنه يتبع الولي الفقيه، يعلن صراحة أنه جندي لقى سليماني وما تبع سليماني، فكيف أتحاور مع هؤلاء؟ هؤلاء يبحثون عن طوق نجاة لإنقاذ عملياتهم السياسية، فضلاً عن كونها قصة دعاية انتخابية إلى رئيس الوزراء الذي يطمح في تجديد ولايته من خلال الانتخابات. هذه العملية لا أكثر ولا أقل، وأعتقد الجواب قبل أن يأتي من العراقيين جاء الجواب من هذه الميليشيات التي قتلت أحد العراقيين في مدينة العمارة الذي اختطف ابنه من سنة ونص. بعد دعوة رئيس الوزراء قتلوا الأب وخرجوا لنا بمسرحية القبض على القاتل، رغم أن القاتل معروف من سنة ونص، لكن لا رئيس الوزراء حرك ساكنا ولا الحكومة ولا الأجهزة الأمنية. فاليوم تريد من عندنا أن يأتي الوطنيين أو المعارضين أو الذين هم ضد النظام الحالي كما يقول رئيس الوزراء نعود إلى العراق ليقتلوننا واحد بعد الآخر؟ أولا احمي أبنائك الذين في العراق، احمي الذين توعدت بالقصاص من قتلتهم، أصدقائك المقربين يا رئيس الوزراء توعدت بالقصاص من قتلة الهاشمي المرحوم الشهيد الهاشمي، وتوعد وقلت لأبو علي جاسم قبل أيام، قلت له علي ابني ولم يستطع أن يحمي أبو دم أبو علي، والآن القافلة تسير والقوافل الشهداء تستمر في ظل هذه الحكومة، ويريدون من عندنا أن نسكت ونهادن هذه الحكومة ونهادن هذه الأحزاب ونضع إيدنا في إيديهم. هذا ضحك على الذقون أخي ماجد. نعم أشكرك. دكتور ثامر العلواني، برأيك ما هو الهدف الحقيقي من دعوة الكاظمي للحوار الوطني إذا كانت كل قوى العملية السياسية الحقيقة متوافقة ومنسجمة مع بعضها البعض وهم في مركب واحد وهم شركاء منذ 18 عام وليست هناك مشكلة أو احتراب طائفي بالمعنى الحقيقي ما عدا ما حاولت تسويقه أو افتعال قوى العملية السياسية، فهذا الحوار بين من ومن؟ من هم أطرافه؟ تحية لحضرتك أستاذ ماجد وتحية لضيفيك الكريمين من تركيا ومن السويد. وفي الحقيقة لابد هنا أن أستذكر الشيخ حارث الضاري رحمه الله، لأن حلقتك اليوم عن الحوار الوطني والمصالح الوطنية هذه كان الشيخ حارث الضاري قد جرب هذه التجربة وإن كان دخلها بقوة رحمه الله، وذكرى وفاته هو اليوم، فرحمه الله وجزاه الله عن العراقيين خيرا لأنه كشف الحقائق منذ بدايتها. الحقيقة أن دعوة المصالحة الكاذبة التي دعا إليها الكاظمي برأيي لها دافعين أو من جانبين. الجانب الأول هو استجابة لدعوة البابا فرانسيس، لأن المصالحة جاءت عقب زيارته للعراق، ولأن البابا صرح في رسالته قبل أن يزور العراق بأنه جاء من أجل المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب، هذا نصه كما ذكرت الوكالات. فهذا تصريح واضح وبما أن الحكومة، حكومة بغداد وأحزابها، لا يمكنهم إلا تنفيذ ما يمنع عليهم دوليا، وبما أن البابا يمثل السلطات الدينية للدول الغربية والمسيطرة على العراق بالإضافة إلى أمريكا وغيرها، فالنتيجة واضحة بكل تأكيد أن من واجب الكاظمي أن يدعو إلى المصالحة التي طلبها البابا حتى وإن كانت شكلية وغير صحيحية، وهذا ما حصل فعلا. الجانب الثاني والدافع الثاني أن هذه الدعوة المزعومة، دعوة الحوار الوطني، أو هي من أجل
تقاسم مؤسسات الدولة وثروات العراق من جديد بين أحزاب السلطة التي تتحكم بالعراق منذ احتلاله، وبين الميليشيات الإرهابية، وأيضا بين حكومة وأحزاب كردستان. يعني تقاسم ما تسمى الكعكة العراقية بطريقة جديدة بسبب المتغيرات التي حصلت على الساحة العراقية، ولذلك تقريبا كل الأحزاب متوافقة مع هذا الحوار، لأنها تعلم أنها فرصة التقسيم ثروات العراق وتوزيع خيرات العراق ستكون من جديد. ولذلك تصريح الكاظمي كان دعوة للقوى والأحزاب السياسية المتنفذة إلى أن تبتعد عن التسقيط السياسي والتهيؤ لإنجاح الانتخابات، وأيضا لحل المشاكل مع حكومة كردستان، وهذا كان صريحا في 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 إطلاقه الحوار. ما يعني أن الكاظمي همه الوحيد هو أن يستمر بقائه على رأس السلطة لأربع سنوات قادمة، وهو يريد أن يكون عرابا لتقسيم ثروات العراق بين هذه الأحزاب الفاسدة وبين الميليشيات، وإبقاء الشعب العراقي في غياهب الظلمات، كل ذلك حتى يضمن استمراره بالحكم. وأيضا هو يريد أن يظهر بمظهر الشخص الذي يستطيع أن يضبط إيقاع الانفلات الأمني وتسلط الميليشيات الطائفية على العراق والموالي لإيران، بالإضافة إلى أنه أيضا يريد أن يظهر نفسه قادرا على بسط سيطرته على الأراضي العراقية من خلال تقسيمه لثروات العراق بين هذه الأحزاب وبين الميليشيات. هذا ما يريده الكاظمي، وهذا الهدف الأساسي من كل ذلك هو أن يسير باتجاه الانتخابات، فإذا هي مثل ما تفضل ضيفيك الكريم، واستمرار في السلطة من أجل الانتخابات. طبعا هذا كله بعيدا عن النظر إلى معاناة الشعب العراقي أو محاولة إنقاذ العراق من المستنقع الذي وقع فيه، مع أن الأصل ليس هو دعوة الحوار والمصالحة الكاذبة، وإنما الأصل في هذه الظروف التي يمر بها العراق مثل ما تفضل ضيفك من السويد، هو محاربة الفساد ومحاكمة المجرمين والسيطرة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية للبلد، وهذه كلها لا تملكها حكومة الكاظمي، علما أن أحد أهم أركان المصالحة الوطنية الحقيقية هو تطبيق العدالة الاجتماعية. والعدالة الاجتماعية تعني نعم. أنه يجب أن يتعرض أو أن يحاكم كل من تسبب بسفك دماء العراقيين، فهل يستطيع الكاظمي أن يقوم بهذا الأمر؟ الجواب يقينا كلا، لا يستطيع، والشواهد والدلائل كثيرة من خلال إطلاقه سراح مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عمير، من خلال إطلاق سراح من تسببوا بقتل العراقيين بإطلاق الصواريخ العشوائية بحجة استهداف المقرات الدولية، وبالإضافة لأنهم تجاوزوا على الكاظمي صراحة وأمام الإعلام بكل وقاحة. وأيضا لم يستطع الكاظمي أن يحاكم الميليشيات المتهمة بارتكاب أكثر من ألف بقتل أكثر من ألف متظاهر، فكيف يمكن للكاظمي أن يدعو إلى حوار وطني حقيقي وكل ما يؤكد الواقع هو أنه لا يستطيع أن يتحكم حتى بالمنطقة الخضراء؟ أشكرك. طبعا بعد الفاصل سنتحدث أن العراق فعلا بحاجة إلى حوار وطني بسبب جبال من المشاكل والأزمات التي تعصف بالعراق منذ عام 2003، وبالتالي العراق أحوج ما يكون فعلا إلى حوار وطني حقيقي. بعد الفاصل نتحدث في هذه النقطة وبقية النقاط، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش، يبقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في مضامين وأهداف دعوة الكاظمي للحوار الوطني وفرص نجاح هذا الحوار والأطراف
المعنية بهذا الحوار. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، والدكتور علي الجابري رئيس تحرير موقع يورو تايمز، صحيفة يورو تايمز عفوا، وأيضا الدكتور ثامر علواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. دكتور رافع الفلاحي، كيف يقال أنه لا مشكلة أو لا مشاكل بين شركاء العملية السياسية، ما بين العملية السياسية من مشاكل هناك الحقيقة جمة، كانت هناك صولة فرسان بين أركان رئيسيين في العملية السياسية، هناك مطاردات لقادة لأركان أيضا مهمين في العملية السياسية، وأيضا هناك مشاكل الحقيقة حتى على مستوى المجتمع، هذا الشحن الطائفي ترك ندوبة وشروخة في جسد المجتمع العراقي الحقيقة، ولا يمكن أن نضع رؤوسنا في الرمال حتى نتغاضى عن هذه المشاكل سواء كان في المجتمع أو في شركاء العملية السياسية، وبالتالي العراق فعلا بحاجة إلى حوار وطني حقيقي لتجاوز هذه المرحلة وجعلها جزء من الماضي. نحن أحوج ما يكون اليوم إلى حوار وطني جدي حقيقي. أستاذ ماجد، بداية يعني الجزء الأول من سؤالك، نعم، القوى الحاكمة وهذه الطبقة الحاكمة للعراق بأحزابها بميليشياتها بقواها بكل العملية السياسية بكل أطراف العملية السياسية، نعم بينها خلافات، لكن هذه الخلافات ليس لها علاقة بالوطن وليس لها علاقة بالمواطن، هذه لها علاقة بالمكاسب، لها علاقة بصراع القوة، صراع الاستحواذ، صراع السلب والنهب والسرقة والفساد ليس أكثر، والقتل، من هو الأقوى، من هو القادر على أن يمتد أكثر، والعملية السياسية والدستور يؤهلان هذه القوى ويعطوهم الضوء الأخضر للتصرف هكذا. فبالتالي أما السياسات الطائفية فكل القوى المشتركة بالعملية السياسية هي قوى طائفية، وسياساتها الطائفية المجتمع بريء منها، المجتمع متصالح مع نفسه، الشعب العراقي متصالح مع نفسه، ابن الجنوب ما عنده مشكلة ويا ابن الغربية، ولا ابن الغربية عنده مشكلة ويا ابن الجنوب، ولا ويا الشمال ولا الكردي ولا العربي، ما كانت عنده مشكلة هاي، وذلك دائما ما نقولها، كانت أفراحنا سوا، كانت أحزاننا سوا، جيرانك ما تعرفه شيعي سني كردي عربي، ما تسأل، ما يعني أنت تعرف عراقي لأنه هوية واحدة، لكن عندما تتجزأ الهويات تظهر مثل هذه، وهذه قضية سياسية وليست قضية مجتمعية. نعم يحاولون دفعها للمجتمع، لكن المجتمع ظهر بعد ثورة تشرين المباركة أنه مجتمع لم يتقبل هذه السياسات، وبالتالي أنت شفت شباب صغار اللي المفروض الشحن الطائفي بيهم أعلى ما يمكن، وجدتهم عابرين للطائفية يشتمون الطائفية لا يقبلون بها ويريدون يسقطون العملية السياسية. هذه الناحية. الناحية الأولى الأخرى، نعم نحن في العراق الأحوج، بل الأحوج جدا إلى حوار وطني، لأنه يعني حوار جامع يوحد الدولة والشعب العراقي بلا أقصاء، بلا الإسهام في وقف الاستنزاف الداخلي والخارجي للعراق وموارده، هذا حقيقي، لكن السؤال من هي الأطراف اللي تشترك في هذا الحوار الوطني، ومتى تشترك هذا الحوار، ولأجل ماذا، والأهداف، كل هذا تضع، أنت لا تجلس مع في حوار وطني مع ناس مثل ما قال أخي الأستاذ الجابري، هذا بقى يعني تجلس مع ناس قتلة ومجرمين وسفاحين وطائفيين وفكر وعملاء للأجنبي، تجلس معهم وأنت رافض العملية السياسية، وأنت تتظاهر ويقتل شبابك وأولادك في الشوارع يقتلون لأنهم ضد العملية السياسية الطائفية بمحاصصات الطائفية والإثنية، يقتلون ويريدون أن يذهبوا بك إلى حوار، عن ماذا تتحاور؟ هؤلاء عندما يريدون الحوار يريدون أن يغيروا تسمية قوى التخريب، قوى التهديم، قوى الخراب إلى قوى بناء، أنت تجمع قوى البناء، قوى الوطنية والمناهضة العملية السياسية ولهذه الأوضاع في العراق، هذه قوى وطنية وقوة تبني، تريد أن تبني، وهذه قوة القوى الحاكمة قوة تريد أن تهدم و18 سنة تهدم وتخرب، فأنت تجمع الاثنين، هو يريدون أن يجمع الاثنين لكي يبدلوا التسميات وتتحول القوى المخربة إلى قوى بانية وقوى مسالمة، قوى القاتلة تتحول إلى حمامات سلام، هذا غير مقبول، لا يمكن قبوله، لذلك قضية الحوار الوطني قضية عقيمة جدا، أنت مع من تتحاور، مع
مع أطراف العملية السياسية لا تحتاجون إلى تحاور، أنتم تتحاورون بالسلاح والقوة. نعم. وماشي هذا، حواراتكم موجودة، لكن أن تتحاوروا مع القوى التي ترفضكم وتخرج بالشوارع وتقتلوها، هذا حوار القرشان، هذا نعم. حوار القتل، حوار الدماء. أنت تريد أن تأتي بهذه القوى لكي تقتلها، لكي تمردها، لكي تقول للخارج نحن قوى ديمقراطية وطنية ونتفهم الآخرين وندعو كل القوى حتى اللي يخالفون العملية السياسية. نعم. ولماذا يخالفونكم العملية السياسية؟ يخالفونها لأنها عملية بنيت على باطل، هي غير شرعية. أنت تريد أن تأتي بهم لكي تعطي لنفسك شرعية سياسية وشعبية، هذا غير ممكن. نعم. نعم. دكتور علي الجابري، الحقيقة يعني الناشطون والمدونون العراقيون يعني يكاد بالإجماع أشاروا إلى ما أشرت إليه، وهو اتهام الحقيقة أنه هذه الدعوة، دعوة الكاظمي في الحوار الوطني طبعا وهرولت كل شركاء العملية السياسية لتأييدها، إنما تندرج في إطار الدعاية الانتخابية، دعاية ضمن موسم انتخابي التهيئة للانتخابات القادمة. هل تعتقد أن الجماعة قوى العملية السياسية بحاجة إلى مثل هذه الدعاية، قضية الحوار الوطني وأنه بحاجة إلى حوار وطني، هم بحاجة إلى مثل هذا الحوار على أنه أو بمضمون حقيقة دعاية انتخابية أو بشكل حوار وطني؟ لا، هم ليسوا بحاجة إلى الدعاية الانتخابية برأيي، لكنهم بحاجة إلى إظهار هذه الحقيقة أمام العالم، إيهام العالم أنهم مع الحوار الوطني ومع لم الشمل العراقي، لكنهم الحقيقة أنهم بحاجة إلى إجهاض ثورة تشرين، إلى إجهاض هذه الثورة العراقية التي تجمع كل العراقيين. أنت تتحدث عن حوار وطني، أنا أقول العراقيون ليسوا بحاجة إلى حوار وطني، مع احترامي إلى ما قال الأخ الدكتور رافع، لكن أنا أعتقد العراقيون ليسوا بحاجة إلى حوار وطني. ويكفي أن نشاهد ساحة التحرير في ثورة تشرين، حيث جمع كل الشباب العراقي بدون سابق انذار، بدون موعد، بدون أحزاب تجمعهم، اجتمعوا على وطن واحد. نحن اليوم بحاجة إلى أولويات، هذه الأولويات تبدأ أولا كحالة إنسانية، محاسبة القتلة وإيقاف القتل، ثانيا إعادة النازحين. أنت تتحدث عن مدن نزح آلاف العوائل، نزحت وما زالت نازحة، وتجي اليوم تقولهم تعالوا تحاوروا، تعالوا مصالحة وطنية. كيف تتصالح مع شخص يسكن في مخيمات ويعاني من البرد ويعاني من قهر الحياة، ومنازله تهدمت، كرامته هدرت، تريد تحاور على ماذا؟ تريد تصالح على ماذا؟ أولا أعيد المهجرين، أطلقوا سراح. اليوم أستاذ ماجد إحنا نتحدث نعرف عدد الشهداء، نقول عندنا أكثر من 800 إلى 900 شهيد. نعم. لكن إحنا من ثورة تشرين إلى اليوم لدينا 76 مختطف، أعيد منهم، هذا وفق طبعا إحصائيات رسمية لمنظمات حقوق الإنسان، 76 مختطف، خرج منهم 22 شخص، ما زال لدينا 54 مختطف لا نعرف مصيرهم. كيف أقنع عوائل هؤلاء؟ أقنعهم بمصالحة وطنية مع أحزاب هي خطفت وميليشيات قتلت ربما هؤلاء. ربما هؤلاء تائهون على غرار تيه ابن الناشط محمد أيوب الخزرجي. لا، ليسوا تائهون، هذه أكذوبة يضحكون بها على أنفسهم، لا يضحكون بها على العراقيين. اليوم الشباب العراقي الواعي أصبح يفهم ويدرك جيدا هذه الأحزاب وكيف تعمل وكيف تقمع وكيف تقتل. هذه المشكلة الحقيقية، أنه اليوم العراقي إذا رفع صوته بوجه إيران وميليشيات إيران، خلينا نحكيها بكل صراحة، اليوم أي عراقي يستطيع في جنوب العراق، في بغداد، في أي محافظة كانت، يرفع صوته بوجه أحزاب وميليشيات إيران في العراق، وكلاء إيران في العراق، يقتل ثاني يوم. فكيف تريد من عندي أتحاور وتصالح؟ أشخاص قاموا بداسوا بأحذيتهم أجلكم الله. نعم. صورة رئيس الوزراء العراقي، ولم يستطع أن يحاسبهم، فكيف يستطيع أن يجبر الجميع الجلوس إلى طاولة الحوار ويجبرهم أن يحترموني أنا المعارض الذي يتهموني شتى الاتهامات
وغير الذين هم خارج العراق المتهمين بشتى الاتهامات التي ما أنزل الله بها من سلطان، لمجرد أننا رافضين لهذه العملية السياسية ورافضين أساساً إلى التدخل الأجنبي في العراق. نحن لا مشكلة لدينا مع أخونا العراقي مهما كان توجهه، اختلف معي في الرأي، قاطعني فيما تشاء، لكن لا تكن عميلا، لا أسمح لك أن تكون عميلا إلى الخارج، وبالتالي تريدني أن أجلس معك إلى طاولة واحدة وأرتضي لك العمالة وأضع يدي بيدك. وهذا يجبرني في ختام القول أقول نقطة مهمة جدا، وأوجه رسالتي إلى من دخلوا في هذه الانتخابات ممن يحسبون أنفسهم على ثورة تشرين. ثورة تشرين والعراقيون الأصلاء براء من كل هؤلاء الذين دخلوا وسجلوا أسماءهم للترشيح في الانتخابات القادمة تحت مسميات تشرين. أخي ثورة تشرين ما خرجت من أجل أنه فلان وعلان يدخلون في الانتخابات وينافسون قيس الخزعلي والمالكي وفلان وفلان. هؤلاء قتلة لا يمكن أن تجي تحاسبهم إلا تنافسهم في انتخابات. هؤلاء مكانهم السجون، مكانهم المحاكم، مكانهم إعادة ثروات الشعب العراقي التي سرقت وهربت إلى خارج العراق منهم. لا أن أجي أنا أعطيهم شرعية وأدخل أتنافس وياهم وغدا يزورون الانتخابات. نعم. وتجي أنت تتباكى وتقول والله زوروا الانتخابات. هذه هي الرسالة لبعض المحسوبين على ثورة تشرين. أشكرك دكتور ثامر العلواني. اللقاءات والمصالحات التي سميت بالمصالحات، مؤتمرات أو لقاءات أو حوارات المصالحة الوطنية السابقة من 2003 إلى اليوم، الحقيقة كلها انتهت إلى الفشل الذريع، وكانت باب من أبواب الحقيقة الفساد. حتى هذا الحوار الجديد إذا قدر له أن يظهر إلى العلن، هو الحقيقة أيضا ستكون أطرافه نفس الشخوص، شخوص العملية السياسية بنفس العقلية السياسية اللي كانت من 2003 إلى اليوم. إذا كان الأمر هكذا، كيف قوى السلطة ستغري أو تقنع الأطراف التي يعني تخاطبها بهذه الدعوة للاشتراك والانخراط في هذا الحوار، إذا كانت نفس العقليات ونفس الشخوص، كيف ستقنعها بالمجيء إلى هذا الحوار؟ أنا برأيي أن هذه الدعوة لا تختلف عن دعوات الحكومات السابقة لحوار الوطن. الحكومات التي سبقت الكاظمي دعت إلى حوار وطني. الحقيقة دكتور اسمح لي، هذه الدعوة ما أن أطلقها الكاظمي حتى حظيت بقبول واسع من كل شركاء العملية السياسية، سنة، شيعة، أكراد، إسلاميين، علمانيين، الكل أشاد بها وأيدها وأبدى دعمه ومؤازرته لها. هذا ما أشرت إليه في البداية، وهذا ما ذكره الدكتور رافع عندما قال إنه حوار طرشاه، يعني بين يتقاسمون الكعك بينهم. هناك اعتراضات أو هناك رؤية جديدة لتقاسم النفوذ في العراق بين هؤلاء، بين أصحاب السلطة والميليشيات. هناك نفوذ ميليشياوي، هناك يريدون أن يجعلوا اتفاقات جديدة، وليس همهم لا ثوار تشرين ولا الشعب العراقي ولا قوى المناهضة العملية السياسية. هذه الحقيقة التي هم يريدون أن يرسخونها، ومثل ما تفضل سيد الجابري أنها من أجل إرضاء الخارج وأن هناك دعاية لمصالحة وطنية، فهي ليست حقيقة. لأن والدليل أن كل الحوارات السابقة التي كانت تجري بين أحزاب السلطة كلها فشلت ولم تحقق جزء ولو شيء قليل مما تصبو إليه، إلا بمصالح الأحزاب السياسية الفاسدة الموالية لإيران وأحزاب المتنفذة الداخلة إلى العملية السياسية من أجل مكاسبها الشخصية. حقيقة كانت لدينا تجربة في عام 2005 في حوار مؤتمر القاهرة عندما كانت برعاية الجامعة العربية وشارك فيها الشيخ الضاري رحمه الله. نعم. ولعل هذه الأيام هي مناسبة لذكر الشيخ الضاري. نعم. ذاك المؤتمر، مؤتمر القاهرة، شارك فيه الشيخ الضاري رحمه الله وبقوة، وفرض الشروط من أجل مصالحة شاملة، وأرغمت حينها حكومة الجعفري على التوقيع على بنود المصالح. ولكن بالنتيجة كعادتهم الأحزاب الطائفية
لم تكن نيتها هي إنقاذ العراق وحوار شامل، وإنما أتت لتنفيذ مشروع الاحتلالين الأمريكي والإيراني، فنكثت بهذه الوعود والاتفاقات التي اتفقوا عليها في مؤتمر القاهرة ولم ينفذ منها أي شيء إلى غاية اليوم، وبقيت الأمور على ما هي عليه: ترسيخ الطائفية، ممارسات حكومية ممنهجة، انتهاكات لحقوق الإنسان، إثارة الفتن الطائفية، الهجوم على المساجد والقتل والخطف والاعتقالات العشوائية. ثم جاءت بعدها حكومة المالكي واستمرت في نفس النهج، وأيضا دعت إلى المصالحة الكاذبة، وانخدع بعض الوطنيين بهذه الدعوة، ثم تبين لهم أنهم وقعوا في المصيدة لأنهم أوتي بهم لكي تستمر العملية السياسية ولكي يبسط نفوذ الأحزاب الموالية لإيران والتي جاء بها الاحتلال. مع ملاحظة مهمة، مفارقة بين الدعوات السابقة والدعوات الكاذبة. بعض الحكومات السابقة كان لها بعض السيطرة على الوضع الأمني وتتحكم به، ومع هذا لم تنجح، فكيف يمكن للكاظمي أن ينجح بهذه الدعوة وهو لا يملك سلطة لا على الأراضي العراقية ولا على مؤسسات الدولة ولا على الانفلات الأمني؟ إذن فشل هذه الدعوة محتوم، فضلا عن أنها دعايات انتخابية لا يمكن أن تنطلي على الشعب العراقي بعد مرور ما يقارب من 18 سنة من الفساد والتدمير الذي مروا به. نعم دكتور رافع الفلاحي، إذا كانت كل دعوة للحوار تقابل بهذا الهجوم، بهذا التشكيك، التوجس والريبة، خاصة إذا كانت يعني قادمة من قوى السلطة ويعني قوى العملية السياسية، إذن أي سبيل يسلك لإخراج العراق من هذا المأزق أو قل المآزق المتعددة والمتفاقمة والتي تكبر وتتدحرج يوما بعد يوم، إذا لم يكن الحوار هو السبيل للإنقاذ والتقاء الأطراف المتعارضة أو المتنافرة أو المتخاصمة؟ ما السبيل الآخر؟ أستاذ ماجد، يعني يكمن الحوار الوطني الجدي دوره بالكشف عن الحقائق، تفكيك المظالم، صناعة سياسات حكيمة ومنطقية بعيداً عن روح الانتقام والثأر والاستئثار ومن نطيها. هذه كلها جزء من الحوار الوطني الجدي الحقيقي بين أطراف متساوية، أطراف كلها تنظر إلى بعضها بشكل متساوي، لا تعتبر نفسها حاكمة ولا تعتبر نفسها لديها القوة أقوى منه، هكذا الحوار. فبالتالي قضية الحوار هذا الوطني هذه كذبة كبيرة، وتدعو لها قوى لا يحق لها الحديث لا بالحوار ولا بالوطنية. هم لا ينتمون لا إلى لغة الحوار ولا إلى مفهوم الوطنية الحقيقة، الاثنين فاقديها. هم يتحاورون بالقتل والرصاص والذبح والخطف والتعذيب والانتماء إلى الخارج، والذعون إلى كل الأجندات الخارجية، إيرانية، أمريكية، غيرها. وقوى المناهضة للعملية السياسية، القوى الوطنية، الشعب ينتمي إلى العراق والعراقيين، وهذه الأخلاق الطيبة والنفس الطيبة والثروات التي يريدون أن يحافظوا عليها، سواء الإنسان أو الثروات العامة. هذا شكل التناقض الموجود بين الحالتين. فأنت إذا ما أردت أن تزيل كل ذلك، لذلك أنا قلت أن العراق بحاجة إلى حوار وطني، نعم، لكن بين من ومن؟ القوى الوطنية، القوى المناهضة هي بحاجة إلى حوار لكي ترسم طريق، يعني خطة أو خارطة الطريق لكي تزيل كل هذه العملية السياسية. كيف تزيل هذه العملية السياسية؟ يعني خرجت التظاهرات، واجهوها بالرصاص، وما زالت الثورة قائمة، والثورة تواجه بالقتل والذبح وستنتصر الثورة مهما فعلوا، لأنه التاريخ يشير إلى أن الشعب ينتصر مهما فعلوا به. يعني النتيجة بالتالي وهم يخسرون، ومهما قتلوا، مهما فعلوا، مهما جاءت من سياسات تعسفية، مهما سندوهم بالخارج والداخل، سيخسرون، وبالتالي الشعب سينتصر، لأنهم هم يعادون الشعب، والوطن هذا العراق بالتالي هو قيمته بشعبه، والشعب رافض لهذه القضية، وبالتالي سينتصر. مع انتصاره يحتاج إلى خارطة الطريق لتنظيم نفسه، لمحاكمة هؤلاء، لمحاسبتهم، لإزالة كل هذه الآثار. هذا الحوار الوطني الحقيقي. نحن بحاجة إلى أن نزيل كل هذا السوء، وبعد ذلك
سيكون الحوار الوطني فعليا وحقيقيا وواقعيا، لأنه بين قوى وطنية وقوى ترعى الشعب وقوى شعبية وقوى تعترف بشرعيتها السياسية هكذا، وتعترف بشرعية الشعب في صنع السياسات هكذا الحوار الوطني. فبالتالي نحن نحتاج إلى أن نزيل كل هذه الطبقة لكي نبني حوارا وطنيا. أما أن تأتي بهذه الطبقة الفاسدة القاتلة المجرمة العميلة ونتحاور معها، هذه كذبة كبيرة ومحاولة ل يعني قلب الصورة وتحويل القضية إلى قضية أخرى. نعم. دكتور علي الجابري، إذا كانت حوارات الحكومة وقوى العملية السياسية أكذوبة كبرى كما يصفها الدكتور رافع الفلاحي، ويتحدث عن بديل آخر حقيقي وجدي وهو حوار وطني بين القوى الوطنية العراقية، بين القوى الشعبية، بين تظاهرات تشرين وما إلى ذلك، وهي لرسم خارطة الطريق للإنقاذ، وهو المسار المعول والمراهن عليه لإنقاذ البلد، هل تعتقد ثمة إمكانية لعقد مثل هذا الحوار؟ وإذا عقد مثل هذا الحوار الوطني الجامع، قادر على تقديم فعلا خارطة الطريق ومسار إنقاذ للبلد؟ نعم بالتأكيد. يعني هو نحن لا نستغني عن الحوار مع كل أبناء الشعب العراقي ممن لم تتلطخ أيديهم بقتل أبناء الشعب العراقي أو سرقة ثروات أو العمالة إلى الخارج، لكن أنا أعتقد اليوم علينا أن نستمر في هذه الثورة العظيمة. يجب أن تستمر ثورة تشرين وتنتصر، وبعد ذلك نبدأ بوضع يعني قوانين تحاسب كل الذين قتلوا أبناء الشعب العراقي، كل الذين هجروا، كل الذين سرقوا، وبعد ذلك سيجلس جميع الوطنيين العراقيين ويتفقون، وأنا متأكد يعني لن يعانون كثيرا في الاتفاق على خارطة الطريق تبني العراق من جديد وتحميه من التدخلات الخارجية. لكن في ظل هذه الحكومة وهذه العملية السياسية التي باعتراف، شوف راح أعطيك تصريحين فقط اسمح لي أذكركم فيها. فضل. يعني أذكركم بتصريح لهادي العامري رئيس كتلة الفتح عندما سئل عن موضوع تهديد القضاة، قال نصا: اليوم ابن أبول ما يتهدد، شلون القضاء ما يتهدد؟ نعم القضاء يخاف. هذا التصريح الأول. والتصريح الآخر في مقابلة مع وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي، سألوه عن موضوع المظلومية، هل هناك ظلم لبعض المناطق، هل هناك أشخاص اعتقلوا عندما يعني عندما أصبح وزيرا للداخلية، هل اكتشف أن هناك جهات ظلمت، هناك مدن ظلمت؟ قال نعم هناك ظلم، وهناك يعني العديد من الأشخاص في وزارة الداخلية، قيادات في وزارة الداخلية كانوا يحققون ويظلمون، وكانوا يمنعون أشخاص من السفر ويلفقون التهم على أبناء مناطق معينة كانت محددة. إحنا ما نحب نتحدث بالجانب الطائفي. نعم. لكن هذا باعترافهم هم. نعم. ليس اتهام من عندنا. نعم. هم يعترفون أنهم يتلاعبون بالقضاء، هم يتباهون بالعمالة إلى إيران، هم يتباهون بالولاء إلى خامنئي. فكيف تريد من عندي أن أثق بشخص هو لا يدين بالولاء إلى العراق ويدين بالولاء إلى بلد آخر ويرفض بناء العراق، حتى التجارة حتى المصانع العراقية يرفضون بإعادة بنائها من أجل أن يستمر الإيرانيون في يعني يكون مصدر رئيسي إلى الإيرانيين في تمويل أنفسهم بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على إيران. إذن لا يعني لا حوار مع هؤلاء، يجب أن تستمر الثورة ويجب أن تنتصر وستنتصر، وأنا أثق بأنها ستنتصر حتى وإن تراجعت قليلا. شكرا دكتور. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي بحثت في مضامين وأهداف ودوافع دعوة الكاظمي لإجراء الحوار الوطني. لم يتبقى لنا في هذه الحلقة إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور علي الجابري رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز كان معنا عبر سكايب من العاصمة السويدية ستوكهولم، ودكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية
عمان. أشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.